اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، أنزلت إلينا أعظم كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوة تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم يا رب شفع فينا القرآن والصيام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا رب تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان حق صيامه، واجعلنا ممن قاموا رمضان حق قيامه، واجعلنا يا ربنا من عتقاء هذا الشهر المبارك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد القضاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أمراضنا فاشفها. اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشفها. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتصلح بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،
وحليم كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا، واغفر لنا ما أعلنا، واغفر لنا ما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا من الوباء، واحفظ بلدنا من البلاء، واحفظ بلدنا من سوء القضاء، واحفظ بلدنا من شماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا الذنوب، وفرج عنا الكروب برحمتك يا علام الغيوب. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين، وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه. اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد. وبارك اللهم في الأسرة العلوية الشريفة. اللهم تغمد بواسع رحمتك وجميل كرمك الملكين الجليلين محمدا الخامس والحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، وأكرم مثواهما، واجعلهما يا ربنا في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا توثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت على كل شيء قدير، اللهم استجب دعاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، أعطنا سؤلنا يا ربنا، واجعلنا يا ربنا ممن أدركوا ليلة القدر وأدركوا ثوابها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، وارضنا وارض عنا، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا خير الناصرين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.